يا هلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو بتشاهدوا تجربة تشغيل واختبار مولد كهرباء مغناطيسي منخفض السرعة خاص بتوربينات الرياح، وهو تم إنتاجه من حوالي عملية تحويل أو تعديل محرك عجلة دراجة كهربائية بقدرة 1 كيلو 48 فولت بنظام 3 فاز. كما تشاهدون هذه المحرك، هذه المغناطيسات، مغناطيسات نيوديميوم عالية القوة متعددة الأقطاب عشان تكون السرعة منخفضة يتم التحكم بها. الآن هذا الآن المولد بعد أن تم تعديله يتم ربطه الآن بدائرة توحيد التيار من 3 فاز إلى فاز 1، تيار مستمر حاليا. أقوم الآن بتجربة التوليد بتشغيل هذا الصاروخ أو القلخ، وهو بقدرة 750 واط 220 فولت. طبعا بيكون الآن تدوير يدوي، شباب بنقوم تدوير يدوي. لاحظ الآن القلخ يدور بالتدوير اليدوي، يعني عزم منخفض دوران منخفض والقلخ يدور، يعني بعزم اليد فقط وبدوران منخفض يصل إلى أقل من 60 دورة في الدقيقة القلخ يدور. طبعا الدوران منخفض للقلخ لأن الطاقة الآن تدور منخفضة، كل ما سرع الدوران شوي والعزم زاد بيزداد الدوران. الآن بقوم بفحص الفولت الجهد، والقلخ مركب يعني الآن محمل بمحرك. تلاحظوا الآن كيف الفولت كم بيطلع بالتدبير اليدوي. لاحظ الآن أن الجهد يصل إلى 21 فولت بالتدبير اليدوي العادي، وهذا يعني شيء مناسب كتوربين الرياح، مناسب جدا. ويصل الجهد إلى 62 فولت وهو بدون حمل، يعني تدبير يدوي لكن بدون حمل. فلاحظ لاحظ هنا حاليا بفعل فحص آخر اللي هو فحص على التيار، كم كمية التيار، وطبعا ما زال المولد محمل بنفس الحمل الذي هو القلخ. عم بقي 7 كليب متر بالتدبير اليدوي. لاحظ الآن بقوم بتكبير الصورة عشان توضح القراءة تمام. طبعا المولد مغناطيسي، يعني تدبير يدوي على طول يولد، ما يحتاج إلى حث، إلى تيار حثي عشان يبدأ بإنتاج التيار. الآن شوف تدبير يدوي، تلاحظ الأمبير يصل إلى 3.5. وإذا تشتيت شوف الفيديو بالكامل لعملية التعديل والتحويل للمولد، بتحصل الفيديو في قناتي على اليوتيوب، بتشوف الرابط في موجود في التعليقات. وفي الأخير تكرم بعمل إعجاب ومشاركة للفيديو.